حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. الحصول على نتائج تحليل موثوقة يعتبر حجر الأساس في تشخيص المرض وعلاجه، لذا يجب العمل قدر المستطاع على تحديد الأسباب التي تعمل بشكل أو آخر بتشخيص أو رسم صورة غير حقيقية عن حالة المريض وإعطاء نتيجة خاطئة عن حالة المريض. لذا سنناقش بحلقتنا لهذا اليوم كثرة الأخطاء التشخيصية التي تحدث في المختبرات الطبية، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حصول تفاوت في نسب التحليل من مختبر إلى آخر لنفس التحليل. لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة تعالوا نشوف هذا التقرير وراجعين. انتشار الأمراض وتزايد حالات الإصابات بعدة أوبئة وانتقال العدوى أدى إلى إقبال كبير على مختبرات التحليل للكشف عن الأمراض أو سبب ظهور الإعراضات على المريض وتحديد المرض المصاب به وتشخيصه ومن ثم إعطاء العلاج وفق هذا التشخيص. هاي الأمور بحد ذاتها شيء جيد، لكن المشكلة لما يكون أساس التشخيص خطأ، وهنا يعني إذا كانت الخطوة الأولى غير صحيحة وما قائمة على مستوى عالي من الدقة، يعني الخطوات ما بعدها كلها تكون شابتها الأخطاء ومعرضة لإعادة التشخيص، فبالتالي ممكن تؤدي هاي الأخطاء البسيطة إلى وفاة الشخص لا سمح الله أو زيادة حالته سوء أكثر من السوء اللي هو بيه، خصوصاً أنه عامة الناس ما عندهم اطلاع بكيفية إجراء التحليل أو الآليات اللي تحدد تشخيص التحاليل. يعني هنا لازم نرجع إلى دور وزارة الصحة ورقابتها اللي لازم تكون حاضرة عند هيجي أمور، فلربما تكون مختبرات غير مرخصة أو يكون الموظفين بها غير كفؤين، وبالتالي المريض هو المتضرر صحياً، إضافة إلى صرف أموال بتشخيص خطأ يريد يتعالج من مرض معين، لكن نتائج عكسية تكون بزيادة وضع الصحي سوء أكثر. طبعاً نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشرت المكتبات الأهلية بكثرة في العراق وتحديداً في بغداد. إذا جينا حكينا أي المناطق اللي تكون مكتظة بهذه المختبرات، هي الحارثية، شارع فلسطين، الكرادة، بغداد الجديدة وغيرها من المناطق. بمعنى آخر إنه المناطق اللي تحتوي على أعداد كبيرة من عيادات الأطباء، نشوف إنه المريض يفضل اللجوء إلى هذه المختبرات الأهلية والخاصة باعتبار إنه هذه المختبرات تكون أكثر دقة نتائجها بسبب حداثة الأجهزة بالإضافة إلى حداثة الأبنية، ويفضلها أكثر من المستشفيات الحكومية باعتبار إنه ممكن بعض التحاليل تكون ما موجودة أو الازدحامات أو تكون هي الأجهزة يعني تعبانة ما تعطي نتيجة حقيقية. ورغم هذا كله نشوف أنه تحدث أخطاء كبيرة في تشخيص المرض بهذه المختبرات الأهلية، هنا خلقت معاناة مشتركة لمعظم العراقيين والمرضى، أنه يدفع مبالغ كبيرة ويتوجه إلى مختبرات أهلية، لكن نشوف أنه تحدث أخطاء كبيرة. يعني ممكن أنه أنت تسوي تحليل بهذا المختبر بدون ذكر أسماء، مختبر أهلي، وتجي تسوي بمختبر أهلي آخر بنفس اليوم بنفس اسم التحليل، نشوف أن النتيجة متفاوتة وأن النسبة يعني ما متطابقة، فنشوف أنه هناك اختلال واختلاف بنسبة إلى أخرى. إذا نلاحظ أنه هذه المختبرات وجودها هو ليس لمعاناة أو يعني الوقوف بجانب المواطن وليس للنهوض بالواقع الصحي العام ومساعدة الجانب الصحي العام أو القطاع العام، نشوف أنه هدفها هو الاستثمار المالي وأيضا الحصول على ربح سريع. طبعا من أهم مراحل العلاج بعد الكشف الطبي تأتي مرحلة التحاليل، يعني بعد ما تدفع الكشفية وبعد ما تشرح حالتك للطبيب، هنا الطبيب يضطر يكتب لك مجموعة من التحاليل أو سونار أو فراد حتى يحدد يعني العلاج المناسب أو يشخص المرض بصورة صحيحة، لأن الطبيب اعتماد الكلي يعتمد على النتائج اللي تجي من يعني المختبرات الطبية، ويعتمد اعتماد كلي على النتائج المرسومة من أثر التحليل، وعلى أساسها يكتب الوصفة الطبية. نشوف أنه من أهم الأمور اللي يحتاجها الطبيب ويحتاج إلى نتيجة المختبر هي أمراض الدم، الغدد الصماء، الغدد الدرقية، أمراض السكر، يعني شفانا الله وإياكم من الأمراض. هذه مهمة جدا أنه هي تعطي نتيجة تحليل حقيقية، نتيجة تحليل
صحيحة، بالإضافة لأنه على أثر هذا ممكن الطبيب يقرر أنه تحتاج عملية أو ممكن يأجل عملية أو قسطرة أو ناضل وغيرها من التفاصيل. يعني عملية وسلسلة متكاملة يجب أن تكون هناك أرقام دقيقة. زين، هنا المواطن إذا يشوف أنه الأخطاء موجودة بكثرة وهذا الأخطاء يلاحظ أنه تؤدي إلى يعني هلاك المواطن، تؤدي إلى هلاك حالته النفسية، بالتالي نشوف أنه المواطن يشتكي بكثرة من هذه الأخطاء، لأن إذا كان هناك خلل أو خطأ واحد بسيط في نتيجة التحليل، هنا الطبيبة حتكتب وصفة مو صحيحة، وصفة خاطئة، هنا راح تؤدي إلى تبعات أخرى ومشاكل أخرى للمريض. يعني الموضوع بحاجة إلى معاينة، بحاجة إلى علاج. ولهذا يطرح السؤال، ما هي الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى حدوث خلل في نتائج التحليل أو رسم صورة غير حقيقية لنتائج التحليل؟ تعالوا نشوف الأسباب وراجعين. فيما يخص الأخطاء المختبرية، هناك أسباب عديدة تؤدي إلى نتائج مختبرية خاطئة. أهم تلك الأسباب هي أسباب إدارية وأسباب فنية وأخرى علمية. بالنسبة للأسباب الإدارية، تتمثل بغياب الإدارة الجيدة للمختبر، والذي يؤدي بدوره إلى الاختيار الخاطئ للفنيين العاملين بالمختبر الذين لن يتلقوا التدريب المختبر اللازم لتكسبهم الخبرة اللازمة للتداول الآمن للعينة المختبرية واستخدام التقنية المثلى لإنجاز الفحوصات المختبرية. أما الأسباب الفنية، تتضمن عدم اختيار الأجهزة المختبرية الرصينة والمقيمة والمعتمدة لدى وزارة الصحة، وعدم استخدام العدد المختبرية المقيمة أصوليا من قبل لجان التقييم المركزية بوزارة الصحة، والذي بدوره مسؤول عن تقييم الأجهزة والعدد والكتات المختبرية بالقطاع الخاص والعام. أما بالجانب العلمي، هناك طرق علمية ضرورية يمكن المختبر الاستفادة منها لتأمين دقة النتائج المختبرية المنجزة، وهي برنامج السيطرة النوعية الداخلية، والذي يتم استخدامه يوميا من قبل الفنيين العاملين بالمختبر قبل استخدام الأجهزة المختبرية، وبرنامج السيطرة النوعية الخارجية المعتمد عالميا لتأمين دقة النتائج المختبرية. ومن الجدير بالذكر أن بعض المختبرات الأهلية مشتركة في برنامج السيطرة النوعية الخارجية. إذن مشاهدينا الكرام، إذا جينا وقارنا موضوع التحاليل الطبية في الوقت السابق وفي الوقت الحالي، نشوف نتيجة التحليل في الوقت السابق كانت صوت طبي معتمد وموثوق لا يقبل الخطأ إلا في أحيان نادرة، وإذا كانت هذه الأخطاء تكون بسيطة غير مؤثرة وغير مؤذية. ليش؟ لأن القائمين على إدارة المختبرات هم من أصحاب الاختصاص، يكونون وفق ضوابط معينة ورصينة وسياقات قاسية، بالتالي لأن نتيجة التحاليل والتقارير اللي معتمدة من قبل المختبرات هي على أساسها تكون هناك حياة ناس أو هلاك الناس. إذا جينا نريد نعرف شنو هاي الضوابط، حسب قانون وزارة الصحة تشترط لمن يرغب بفتح مختبر أنه هو يكون حاصل على مؤهل علمي في أحد فروع التحاليل الطبية، وأيضا يكون هو مدرب أو عامل أو لديه خبرة علمية سابقة في مختبر طبي محدد من قبل وزارة الصحة، وبالتالي أيضا يكون لديه يعني رخصة من نقابة الأطباء. وهناك تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها احنا وياكم من صاحب الاختصاص والعامل بوزارة الصحة، نعرف شنو هذه الضوابط اللي تكون على اساسها المختبر يكون موثوق. هل المختبرات الموجودة في الوقت الحالي والموجودة بكثرة مستوفية الشروط وضمن القانون؟ هل هناك رقابة حقيقية على هذه المختبرات ام لا؟ تعالوا نشوف الجواب وراجعين. لمعرفة الجهد المبذول من قبل وزارة الصحة لتأمين احتياج المراجعين من الخدمات الطبية والصحية، وخصوصا ضد المخاطر الصحية التي ألمت بالبيئة العراقية خلال جائحة كورونا، وبضمنها تأمين الفحوصات المختبرية للمرضى الراقدين والمراجعين للمؤسسات الصحية ضمن برنامج موضوع وخطة استراتيجية متمثلة بتأمين عدد من المشاريع كمشروع الإدامة المختبرية ومشروع الحزم المختبرية ومشروع المختبرات المرجعية. فيما يخص سؤال
هذا اليوم حول المختبرات الأهلية، وتعني بالمختبرات الطبية التشخيصية ضمن القطاع الخاص تمنح إجازة ممارسة المهنة حسب تعليمات رقم 2 لسنة 2018 المستندة إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، وهذه التعليمات تجيز للمختبر الطبي أن يمارس اختصاصه حسب نوع الفرع المختبر المجاز به بعد أن يحقق جميع المتطلبات اللازمة لفتح المختبر الأهلي. وفي حالة وجود مختبرات مخالفة يتم رصدها من قبل الجهات الرقابية المختصة في وزارة الصحة المتمثلة بدائرة التفتيش في وزارة الصحة وأقسام التفتيش في الدوائر الصحية في عموم البلاد، يتم إجراء اللازم بحقها. لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد المختبرين في مختلف الاختصاصات الطبية من حملة الشهادات العليا والممارسين لأسباب معلومة لدى البعض. على سبيل المثال كلية التقنيات الطبية الحكومية والأهلية والتي تعمل على تخريج حوالي 7000 خريج سنويا بعنوان تقني تحليلات مرضية، والذي يحق له القانون أن يمارس المهنة بعد تحقيق المتطلبات اللازمة للحصول على إجازة فتح مختبر. ولغرض السيطرة والمتابعة على هذا العدد الهائل من المختبرات لهذه الشريحة يتطلب جهدا جبارا من قبل الجهات المانحة والجهات الرقابية لمتابعة عمل المختبرات المفتوحة سابقا وحديثا، علما بأن المختبرات المجازة رسميا لحد الآن حوالي 2000 مختبر تخصصي والعام في بغداد والمحافظات كافة. من النقاط المهمة اللي يجب أن نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم هي نقطة الأسعار، يعني نشوف هناك أسعار مبالغ بها تطلب من قبل أصحاب المختبرات لعمل مجموعة من التحاليل، ممكن هذه التحاليل تصل إلى مبالغ كبيرة إلى 200,000، 300,000، 150,000، يعني هذه أسعار مبالغ بها بالنسبة للفقير اللي دخله محدود اللي هو ما يقدر يأمن هذه التحاليل، نانا شو يسوي؟ فبحاجة إلى تكون هناك وقفة حقيقية، بحاجة إلى توفير المعدات والمختبرات الطبية الرصينة في المستشفيات الحكومية حتى المواطن اللي ما يقدر إنه يروح لهذه المختبرات الخاصة حتى يراجع بها، حتى يدفع هذه المبالغ، يضطر إنه حتى يروح للمستشفيات الحكومية على قدر الإمكان. طبعاً النقاط المهمة الأخرى إنه نلاحظ هناك اتفاقية تكون بين الطبيب وصاحب المختبر، يعني شلون؟ احنا اخذنا بالحلقة السابقة عن الاتفاقية اللي تتم بين الأطباء والصيادلة، أيضا هناك اتفاقية بين الطبيب وصاحب المختبر، ممكن مجمع طبي يكون هو بأكمل تابع للطبيب، يعني الصيدلية إلى نسبة بيها، المختبر إلى نسبة بيها، السونار، الأشعة، وغيرها من الأمور الأخرى. طبعا الموضوع لا يشمل جميع الأطباء، نرجع وننوه على هذه النقطة المهمة، لكن هناك فئة ليست بقليلة هي اللي تتأثر على الفئة الجيدة، فيجب أن نذكرها ويجب أن احنا ننوه عنها. بالتالي أنه من تم هذه الاتفاقية يجبر الطبيب أنه رجوع المريض إلى هذا المختبر اللي هو حدده والمخصص بإنجاز هذا التحليل. زين، إذا أنت ما قدرت وما عندك الإمكانية أو عندك مختبر آخر أنه أنت تثق به تريد تروح تسوي التحليل يمه، فمن يجيب النتيجة الطبيب يا أما ما يعني يعطيها أي أهمية، يا أما يجبرك لإداء التحاليل مرة ثانية عند المختبر اللي هو يحدده باعتبار أنه النتيجة موثوقة، باعتبار أنه الأجهزة حديثة، باعتبار أنه هو يعتمد على هذا المختبر اللي هو يدك عليه. هنا المواطن يكون في حيرة من أمره، شو يسوي هنا؟ هنا نشوف أنه بحاجة إلى قطع جذور هذه الأطباء، أو تكون هناك رقابة أو يعني دورية وحقيقية لهذا الموضوع. نقطة أخرى، نشوف هناك إعلانات كثيرة لمختبرات، ما نريد نذكر أساميها، مختبرات هي بنوع من التحاليل أو تحاليل نقول الشاملة وغيرها بأسعار تكون مناسبة رغم حداثة الأبنية، رغم حداثة الأجهزة. شنو السبب أن تكون هذه التحاليل تسويها على مختبر آخر 200,000، ممكن هذا التحليل تسويه 35 إلى 60,000؟
نريد نعرف شنو هي الأسباب. تعالوا نشوف شنو النتيجة وشنو الأسباب اللي تؤدي إلى تكون هذه تفاوت بنسب الأسعار بما يخص التحاليل. نرجع بالآونة الأخيرة إذا لاحظتوا كثرة أعداد المختبرات، فهذا راح يخلق منافسة بين المختبرات، فيعني هذا المختبر راح يرخص أسعاره حتى أنه يستقطب مراجعين أكثر من باب المنافسة. النقطة الثانية، عادة الأجهزة الحديثة كل ما جمعت عينات أكثر راح يكون صرف المحاليل المختبرية أقل، وبالتالي يطلع أصرف، فصاحب المختبر يعمل العرض للمراجعين حتى يستقطب مراجعين أكثر، وبالتالي تكون تكلفة التحليل أقل. النقطة الثالثة، عادة محلات أو أصحاب المحاليل المختبرية اللي يجهزون المختبرات يعملون عروض، في حال أنه اشتريت من عندي أكثر راح أقلل لك السعر، وبالتالي صاحب المختبر راح يعمل عرض للمراجعين حتى يستقطب مراجعين أكثر ويكون التكلفة أقل. هذا بالنسبة للنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، فرق مكان تواجد المختبر، في حال أنه إذا كان المختبر في منطقة شعبية أو مختبر في منطقة إيجارها يكون عالي، فبالتالي راح يكون سعر التحليل بالمنطقة الشعبية أقل تكلفة من أسعار التحاليل اللي موجودة في مناطق ذات إيجار عالي. النقطة الخامسة والمهمة واللي أصبحت معمول بها صراحة بالآونة الأخيرة، اللي هي الاتفاق اللي يكون بين الطبيب والمختبر، في حال أنه كان اتفاق بين طبيب ومختبر أنه أنا أرسل لك مراجعين تعطيني نسبة إلي، أوكي؟ فصاحب المختبر راح يضطر أنه يزيد سعر التحليل على المراجع قياسا بغير مختبر غير متفق مع طبيب، فراح يكون سعر التحليل اللي موجود بالمختبر اللي ما متفق مع طبيب راح يكون أرخص، تمام؟ فهذا التفاوت بالأسعار صراحة. نعم. إذا مشاهدينا الكرام، من النقاط المهمة اللي يجب نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم موضوع أنه صاحب المختبر أو اللي يسوي تحليل ما يسأل المريض على بعض النقاط. شنو هاي النقاط؟ النقاط هي نوعية الأغذية اللي هو ماكلها، أو نوعية الأدوية اللي ماخذها، الحالة النفسية والبدنية، هاي كلها أمور تأثر بالنتيجة على التحليل. يعني مثلا نقول الأطعمة، الملح الطعام، الأسماك الغنية باليود، هاي تأثر على نتيجة التحليل بما يخص الغدة الدرقية. مثلا الأغذية الغنية بفيتامين كي، هاي تأثر يعني موجودة بالخضروات طبعا، تأثر بنسبة كبيرة على النتيجة الطبيعية لتجلط الدم. أيضا موضوع الماء، هذا أيضا يأثر على نتيجة التحليل. من الأمور الأخرى خلنا نحكي عن الأدوية. الأدوية أيضا تأثر، ما يسألك هل أنت شرب مسكنات، منومات، مضادات الحموضة، الأسبرين، يعني غيرها من الأمور، هاي مضادات الالتهاب والزكام، هاي كلها أمور تأثر على نتيجة التحليل. أيضا تفاصيل كثيرة وصحة النفسية، هاي تعطيك نتيجة مغلوطة ونتيجة غير حقيقية. إذا جينا أخذنا نقاط أخرى اللي هي أنه القائمين على المختبر أو اللي عاملين بالمختبر يجهلون طريقة سحب عينة الدم، هاي هم إلها تأثير على نتيجة التحليل. إذا انسحب الدم بصورة خاطئة فإحنا نجهل هذه الثقافة. إذا انعدام المهارة والحرفية تؤثر على نتيجة التحليل بشكل أو بآخر، حتى طريقة سحب العينة تؤثر على نتيجة التحليل، ممكن تسبب مشاكل أيضا للمريض، ممكن بسحب عينة خاطئة تؤدي إلى مشاكل في إيده، يعني تفاصيل كثيرة وهذه يعني نشهدها والكثير من المواطنين يشتكون من هذه الحالة. بالإضافة لأنه يجب أن يكون هناك دورات تأهيل للمحللين الجدد، يجب أن تكون هناك متابعة لهم، يجب أن تكون هناك علاقة يعني قوية تربط بين المحلل وبين المريض، بالتالي حتى تكون هناك نتيجة حقيقية وواضحة. بالإضافة لأنه الدراسة تختلف اختلاف كلي عن التطبيق،
إذن بحاجة إلى الجهات المعنية والمختصة بالموضوع أن تتابع هذه الحالة وتنوه عنها. لكن بحلقتنا لهذا اليوم كان للمواطن دور حقيقي وفعال بموضوع المختبرات الحقيقية، تعالى نتعرف على تجاربهم وشلون حاولوا أنهم يتجاوزوها في موضوع الأخطاء اللي تحدث في نتائج التحليل. ابقوا معنا. المختبرات الأهلية هي اللي تسوي مشاكل دائماً، رقابة ماكو على المختبرات الأهلية، يصير تلاعب بنتائج دائماً، بالتالي إنه هاي حياة مواطن، فالمسؤول الأول والأخير عن هذا الموضوع هم الأطباء. يعني لما يكون أكو تعاون بين الأطباء والمختبرات الأهلية والصيدليات ما يكون أكو مشاكل بهاي الأمور. طبعاً اليوم ما هو شائع يعني كثرة المختبرات الطبية اللي موجودة، طبعاً هذا سبب كثرة طلاب الخريجين، يعني ذا أساس المشكلة. كثرة هاي المختبرات يعني سببت إرباك للمواطن. هنا كثرتها ما كان على أساس جودتها أو على أساس كفاءة المختبر أو شروط توضحها وزارة الصحة صارمة، هسه قد تكون شروط موجودة لكن في بعض الأحيان ما مطبقة على بعض المختبرات، لذلك أكو مواطنين دي يعانون من هذا الموضوع، يروح للمختبر ممكن يلقى نتائج مختلفة عن ما هو حالته، وقد يكون كنا عوائلنا مرينا بيها، أو في بعض الأحيان طبيب لكثرة المختبرات يلجؤون للأطباء أنه إحنا ممكن نقدم لك هيجي سفرة في قبال أنه أنت تحول علينا هلقد وصفات، إحنا ممكن نسوي لك هيجي هدية أو نسوي لك هيجي خصم على أدوية إذا جبت مراجعينك علينا، هاي مشكلة يعاني منها المواطن باعتبار أنه أغلب الصيدليات اللي قريبة على أماكن الأطباء هي تكون غالية وباهظة الثمن، تبيع الأسعار أو حتى تحليلاتها غالية. اليوم المواطن أو المريض من يروح لصيدلية ثانية قريبة عن منطقته أو يروح على مدخل يبيع بالجملة حتى يشتري صعوبة على أبو المدخل أو الصيدلية يقرأ هذا الخط باعتبار أنه هو اتفاق بين الطبيب وبين الصيدلية، هذا سبب مشكلة. يعني هذا اليوم هنا جاء دور وزارة الصحة، وأعتقد أني قبل فترة في محافظة البصرة نزل إعمام أنه من دائرة صحة البصرة أنه الطبيب شرط يكتب طباعة وورد، يعني يكتب راتشيته اللي يكتب الوصفة طباعة وورد حتى كل الصيدليات تقدر تقرأها، وصيدليات تبيع بسعر ربح تحدد الدولة وفق ما هي تبيع لهم الأدوية أو الشركات اللي معتمدة تبيع الأدوية داخل المحافظة. فنتمنى اليوم بغداد يصير هيجي موضوع، وحتى محافظاتنا البقية خاصة المحافظات الجنوبية اللي هي تتميز أنه أغلب سكانها هم ما يستطيعون، شوفوا محن يجون البغداد ويتحمل عناء السفر بغداد ويلقى هاي الظاهرة موجودة، فقامت تسبب المشكلة وإرباك. يعني طبعا الموضوع جدا مهم وما مركز عليه الضوء من قبل، هذه يعني فرصة جيدة نتكلم على موضوع الابتزاز اللي يقوم بها بعض المحسوبين على المؤسسة الطبية من ضمنهم المختبرات. طبعا في حادثة صارت معي شخصيا انه ذهبنا اني واخي يعني على مود نسوي فد تحليل لمشكلة او معضلة صحية ما، فتفاجئنا بانه قالوا بعد ربع ساعة تحصلون على النتائج. فاني سأل السؤال قلت يعني معقول احنا بالعراق عندنا هيك يعني تطور طبي مختبرات طبية تعطينا نتيجة خلال ربع ساعة؟ فظليت لانه انا صحفي فيعني ظليت في شكوك، فاتصلت باكثر من صديق اللي هم يشتغلون نفس المجال، اصدقاء يعني تعرفين ما بيناتنا رسميات او شيء، فكون صدق حاضر. فقلت له فلان يعني انا طلعت النتيجه مال اخوي خلال ربع ساعه. قال لي هاي اكو كتات يسموها، كتات جاهزه يحطوها باجهزه الاختبار ويكتب ارقام من يمه اللي هو ابو المختبر، يكتب لك ارقام مقاربة للحالة النموذجية، مثلا الإدرار يخفض درجة، نسبة الدم يصعدها درجة، ويكتب لك على ضوء هاي النتائج انه تروح لفلان مختبر او فلان صيدلية او فلان دكتور هو اللي عنده العلاج، وكأنما يدزك الى فلان شركة معينة او دكتور معين حتى يبتزك فقط لاجل الابتزاز. بالتالي النتائج مو صحيحة، الاختبار مو صحيح، ما راح نوصل لحالة الاستشفاء التام، وبالتالي انت خسران فلوس وما واصل لحالة الاستشفاء. الحل انه يعني موضوع الرقابة، موضوع انه يعني كل مختبر ما يحصل على الرخصة لمزاولة هذا العمل المعين الا انه يخضع للجهاز القياس والسيطرة النوعية، ادواته، كتاته، مختبراته، مجاهره، الادوات لفحص الدم او غيرها، يعني يجب ان تخضع لرقابة من وزارة الصحة. مو الموضوع يعني مو سائب الموضوع، جيب مختبر وجيب مشهورة بالسوشيال ميديا تعلن إعلان وجيب لمدري شنو، بالتالي احنا ما محصلين على موضوع الاستشفاء.
المختبرات الحكومية والمختبرات الأهلية تعاني هواي من إهمال، فإن الحكومي مرات الشخص من يروح مثلا الدكتور أو يفرض أنه تكون أنه هذا المختبر الأهلي أنه هو لازم هو يروح له، فإنه تكون النسبة متفاوتة ومتراوحة، فإنه يعني إذا شخص ما عنده فلوس أو ما عنده إمكانية مو يروح المختبرات الأهلية، فلازم أنه على الحكومة أن توفر لنا هذا الشيء في المستشفيات، فلازم أنه توفر مثلا أنه مال مفراس، مثلا توفر مال الوراثة، توفر هواي أشياء، أي فإنه تعاني من الإهمال هم من الأهلية وهم من الحكومية. إذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم، لابد في ظل خطورة نتائج التحليل الطبية المغلوطة على مستقبل المريض وصحته أن تفتح الرقابة عيونها أكثر، وأن تتابع وتشوف كفاءة العاملين في المختبرات وكفاءة الأجهزة وحتى الأدوية والمواد المستخدمة، هل هي مستوفية الشروط العالمية أم لا. وأيضا النقطة الأخرى، لابد لوزارة الصحة القيام بفرق تفتيشية لعمل جولات على مدار الساعة مباشرة أو غير مباشرة حتى تتأكد من إجازة ممارسة المهنة للعاملين بالمختبرات. إذا المشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن الموضوع نال إعجابكم، نتمنى أن الجهات المعنية تلتفت لهذا الموضوع وتقوم بمعالجته بصورة صحيحة. إلى اللقاء.